شهد مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا، ويشهد يومي 23 و24 من فبراير المقبل منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات. تتواصل الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم بلقاء الهلال والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي، ويحتل الأهلي المركز الثاني في الترتيب العام ب21 نقطة خلف الهلال المتصدر ب24. أكدت محكمة التحكيم الرياضي أنها ستصدر غدا الجمعة قرارها في مسألة رفع الإيقاف المؤقت مدة 90 يوما من عدمه عن الفرنسي ميشيل بلاتيني.